سؤال يعني، ومش مش هكتر في الأسئلة العلمية، لا تفضلي. إنما يعني هو تقريبا واحد على كام حجم النانو ده من حجم مثلا إيه أصغر وحدة نعرفها مثلا؟ حجر الشعر لما تمسك الشعرة بتاعت حضرتك سمك دي، الشعر. سمك الشعرة، زي ما تكون حطيتي 50,000 قطعة نانو من الجولد مع بعضيهم، خمسين يعملوا لي ألف حجم الشعر يبقى حجم زي الحجم بتاع الشعر ده. 50,000 50,000 نانو. نانو، 50,000 نانو قطعة من انتوا الذهب. بقى بتشتغلوا على نانو من 50,000. نانو من 50,000 الحجم. very interesting. لا طبعا حاجة مثيرة حاجة جدا جدا للاهتمام. طبعا ما تقدريش تشوفيها، تشوف الخواص بتاعتها، تشوفيها بتعكس الضوء، تشوف الضوء جاي لك. طيب حضرتك بتقول بقى انه نانو الذهب ده له خاصيه عكس الضوء بشده. بيعكس حاجتين، بيعكس الضوء بشده وبيمتص الضوء بشده. ولما الجزء اللي بيمتصه بشده، ده الضوء اللي بيمتصه بشده، بيحوله الى حراره عاليه جدا. خواص، ثلاث خواص. الخاصه الاولى انه بيعكس الضوء بشده، لو اقدر احطه على خليط ازاي يعكس ويمتص في نفس الوقت؟ نعم، ازاي يعكس الضوء ويمتصه في نفس الوقت؟ ياخد نص مثلا ضوء يمتص ويعكس لك النص الثاني مثلا. لما تكبر شويه النانو يعكس 75% ويمتص 25% من الضوء اللي بيقع عليه. طيب بيعكس ضوء كويس، استخدمه ان انا لو احطه على خليه السرطان تقول لي في سرطان هنا. ليه بقى؟ المهم بقى ان ازاي نعمله على خليه السرطان بس. فبناخد القطع النانو ديت الصغيره ديت ونركب عليها جزيئات كيميائيه. لو نخلطها بخلايا، في الخلايا بتاعه السرطان سبحانه وتعالى بيعمل عليها مواد على سطحها مختلف جدا عن الخليه السليمه، الغير سرطانيه. فلو نحط مركب انه يمسك بس في المركبات اللي هي السرطانية، خلايا السرطان عليها، ولكن ما بيمسكش في الخليه السليمه، يبقى كل القطع الذهب هتروح تتكوم على خليه السرطان. فتحت كانها ديتكتورز او باحثات عن 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 الاجزاء السرطانيه. بتروح عليها لغايه ما تلاقيك تروح لازقه تحت مايكروسكوب. لو نلاقي ان كل الذهب متكون ديكوريتنج جوا من الخلايا، الخلايا دي بتاعت طبعا بتاعت سرطان. لما ما نلاقيش اي خلايا، شكل خلايا مع الذهب اللي بنحطه ده، يبقى الدم ده سليم. طيب عشان توصلوا لقناعه كامله بالنظريه دي، عملتوا التجربه دي كم مره؟ كتير كتير، يمكن 50 60 100 مره. 100 مره بخلايا مختلفه، لكل خليه مختلفه من السرطان، وكل خلايا سليمه بنعملها. طيب ما هو يعني احنا سمعنا انه انتوا عملتوا ده على حيوانات التجارب، خلايا الحيوان، يعني نوع واحد من الحيوانات، ولا ما يعني ايه، اي نوع من الحيوانات عملتوا عليها التجربه؟ على الفئران وعلى الارانب. الارانب نتائج كانت متطابقه. بس بقى ايه يعني، في لغايه دلوقتي احنا بنعملها على خلايا، بناخد الدم او اغشيه ونطلع منها الخلايا ونخليها عايشه، خلايا عايشه. ونحط المحاليل ديت ونشوف هل هي فعلا نقدر نشوفها تحت الميكروسكوب ولا لا. وبعدين بعد كده نزود الضوء شويه، نبص لها الخليه ماتت. يعني مش بس البحث، القضاء عليه. قبل ما نروح للحيوانات، عملنا تجارب على الخلايا نفسها الاول، نشوفها. بعد ما نشوفها نزود الضوء شويه، الخليه تموت. بنعرف الخليه ماتت ازاي. في طريقه بنحط عليها يعني حاجه ملونه، لما اللون يستنى يبقى الخليه مش قادره تتخلص منه، يبقى ماتت. فبعد ما عرفنا كده بقى نقول الله، طيب لما الخليه بقى في الجسم نفسه، هل نفس الشيء هيحصل ولا لا؟ دي المرحله الثانيه. فدي اللي عملنا بقى على الحيوانات، يعني 100 فار و100 ارنب، ونبتدي
ستارت يعني نعمل بتحقنوهم ولا بتحطوهم تحت اشعاع ولا يعني بالحقن ولا بالتعرض للاشعاع ازاي؟ طيب الاول بنعملهم يبقى عليهم نسبب ان الخلايا بتاعتهم تبقى تصرف. كانسر بتبقى سرطانيه يعني بناخد خلايا سرطانيه ونطعن بيها الحيوان فعلى طول الخلايا بتاعته هو ابتدى تكبر والحجم ابتدى يكبر اللمب يجي اللمب يعني ففي هذه اللمب نعالجها نحاول يا اما نحقن اللمب ديت بالمحاليل اللي فيها الذهب ديت والمركب اللي بيروح ياخد الذهب ويحطها على الخلايا السرطانيه وبعدين نعرض هذا للضوء في نفس الوقت نعمل نفس الشيء بس ما نعرضهاش للضوء نبص نلاقي الواحده اللي ما تعرضتش للضوء الحجم يكبر يعني السرطان ماشي في 7 أيام بتبقى تقريبا 10 مرات الضعف اللي هو ابتدينا بيه التانية اللي اتعالجت ما تغيرش الحجم بتاعها ما تغيرش خالص معنى زال ما فيش سرطان او السرطان مات طبعا لازم تعملي ديت مرات يعني حوالي طيب بدايات النتائج المبدئية كانت ما زالت الزوجة على قيد الحياة ولا كانت رحلت؟ لا الأخيرة بتاعت الحيوانات كانت راحت كانت توفت كان عندك أمل يا دكتور إنك توصل للنتائج بتلحقها؟ كنت بنتعشم بس كنا يعني متأخرين قوي حتى لو كنا عملناها في هذا الوقت ما كناش نقدر نعملها عليها لأن يعني بعد دلوقتي مثلا لأن إحنا مش أطباء لازم دلوقتي هم بعض الأطباء الباحثين معظم الأطباء يسميهم كلينيكال هم بيعالجهم انما ما بيعملوش ابحاث ولكن دلوقتي في بعد ما شافوا النتائج اللي نشرناها ابن حضرتك دلوقتي بيشتغل في الموضوع ده معاك هو كان بيشتغل طول الوقت معانا ولكن من جامعات اخرى شافوا ان احنا نشرنا الحاجات ديت فهم قدموا للحكومه عايزين نعملها على الانسان الحكومه شافت طبعا نتائج الحيوان فادتهم فعلا تصريح انهم يعملوا على الانسان كنت بتيجي تحكي للسيده جانس عن النتائج وكانت مهتمه ولا كانت فقدت الامل في هذا الوقت بصراحه يعني ما كناش بنخليها يعني تعرف اللي بيحصل ايه يعني مش عايزين نديها امل ولان عارفين الوقت هياخد قد ايه يعني كان عندها تقريبا سنه فاضله واحنا في حتى لو بنعملها على الخلايا لسه في المرحله الاولى لسه الحيوان وبعد الحيوان لازم الدكاتره هم اللي يعملوا التجارب يعني على الانسان يعني معلش عقلك ما وزكش ان ليه ما جربش اذا كانت هي هوبليس كيس والله فعلا لا دخلت طبعا في عقلي ولكن وايه اللي منعك لا الـ بس الـ القانون ما ومش بس القانون ما كناش حتى وصلنا لمرحله الحيوان نتائج الحيوان بس ظهرت السنه النص فاتوا يعني تقريبا سنتين بعد ما هي توفت يعني فما كناش نقدر بس نتائج من الخلايا بس نقدر نعمل عملية إلا بعد ما نعمل الحيوان طبعا أنا الحقيقة يعني مش نوع من المواساة بس يعني أنا أعتقد أنه العالم كله مع سنوات قادمة ومع تقدم هذه التقنية مش بس هيتذكر اسم دكتور مصطفى السيد إنما كمان هيتذكر اسم السيدة جانس اللي كانت السبب أيوة. يمكن في التوصل أو لخوضك هذه الرحلة الهامة جدا على مستوى الإنسانية أيوة. ناخد فاصل يا دكتور بريك كوميرشال بريك أنت العربي بتاعك كويس جدا يعني ماشيين كويس لا العربي بتاعك ما عندكش مشكلة لغة خالص أنا قلت هيبقى فيه لكنة والله يعني أتمنى أنه كده لأن يعني بس لا حتى شايفة فيه لكنة مش شرقية مش لكنة من أمريكا أو لبنانية أو أي حاجة طيب بعد الفصل هنرجع يا دكتور إن شاء الله بس بعد